تطلع هيئة المواد النووية بدور رئيسي في هذا المشروع المهم الذي نحن بصدد الآن في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهو مجمع مصانع الرمال السوداء. يشرفنا الحديث بشكل أكثر تفصيلا عن دور هيئة المواد النووية الأستاذ الدكتور حامد ميرا، رئيس هيئة المواد النووية. أهلا بحضرتك يا فندم. فندم أهلا وسهلا فندم. نعرف من حضرتك بشكل أكثر تفصيلا عن افتتاح أو مشروع اليوم. والله خلينا بس نعود بالذاكرة شوية لأصل هذا المشروع، واللي أنا دايما أقوله أنه هو بيعظم دور البحث العلمي التطبيقي وقدرته في مصر على تخليق كيانات صناعية لها مردود اقتصادي طالما توفرت البيئة المناسبة لذلك. وهنا يحضرني لازم نتوجه بالشكر لفخامة السيد الرئيس على القرار السياسي القوي بافتتاح وتأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء والحفاظ على مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية. الحقيقة بيعود تاريخ هذا المشروع لاستكشافات قامت به هيئة المواد النووية عن طريق طائراتها الاستكشافية الخاصة. تم استكشاف العديد من مواقع الرمال السوداء على شاطئ البحر المتوسط من إدكو غربا حتى العريش شرقا، وأيضا على ساحل مصر الجنوب الشرقي على ساحل البحر الأحمر. الحقيقة تم بعد ذلك عمل دراسات جدوى عديدة من هيئة المواد النووية على الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال الخامات. رجعت الدراسات دي وقيمت من كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، حتى وصلنا للحظة التعاون بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء اللي بتتجسد في الموقف اللي كلنا بنحضره الآن داخل مجمع مصانع بلطيم. دكتور حامد، يعني أبحاث بتجرى ويعني دراسات حول هذا المشروع منذ سنوات طويلة، ولكن في هذه المرحلة القيادة السياسية اتخذت القرار المهم بتنفيذ هذا المشروع نظرا لأهميته والاستغلال الأمثل للثروات التعدينية أو المعدنية اللي موجودة في مصر. لأي مدى حضرتك شايف الانعكاسات الإيجابية لهذا القرار على مستقبل هذه الصناعة في مصر وأيضا الأهمية الاقتصادية؟ الحقيقة فندم زي ما سيادتك تفضلت، هذا المشروع كان ينقصه إرادة سياسية قوية لإسقاط هذه الدراسات وتحقيقها على أرض الواقع. مشروعنا اللي احنا بصدده اليوم هو له أكثر من بعد، البعد الاقتصادي، وده بيظهر في كم المعادن اللي موجودة الاقتصادية والاستراتيجية أيضا اللي موجودة داخل رواسب الرمال السوداء. هم 6 معادن لهم دور فعال جدا، لهم تطبيقات صناعية واستراتيجية هامة جدا، يمكن بسرعة بعجالة بنقول زيركون، المنايت، روتايل، ماجنتايت، مونازايت، جارنت، دي معادن الرمال السوداء لكل منهم دور فعال وطيف واسع من التطبيقات الصناعية والاستراتيجية. يمكن هناك بعد يمكن يكون خافي شوية وهو البعد البيئي. انت حضرتك بتطهر السواحل المصرية من الآثار السلبية لهذه المعادن، وبالتالي بتمهد الطريق هناك في المنطقة الساحلية لإقامة مشروعات استثمارية سياحية كبرى. أيضا هذا المشروع ما يميزه، وإحنا داخلين على مؤتمر المناخ، أهم ما يميزه لا انبعاثات كربونية، انعدام تام للانبعاثات الكربونية، لأنه مشروع صديق للبيئة بكل أطرافه، ما بتستخدمش فيه كيميكالز. فده البعد البيئي. عندنا بعد اجتماعي مهم جدا، ان سيادتك بتنمي هذه المناطق اللي احنا واقفين فيها، ايجاد فرص عمل، الاف من فرص العمل هتتضاعف مع تضاعف مشروعات القيمة المضافة على هذه المعادن، لان طموحات المشروع ليس انتاج وتسويق المعادن وفقط، وانما اقامة مستعمرة من الصناعات التكنولوجية على هذا المشروع. يبقى انت عند سيادتك 3 ابعاد: اقتصادي، بيئي، مجتمعي، لأن أنت عملت بنية تحتية في هذه المناطق من تمهيد طرق، من خطوط كهرباء عشان تخدم على المشروع، خدمت على مناطق، وبالتالي 3 عناصر دول يا فندم بيدخلونا أن يوضع هذا المشروع ضمن مصاف مشروعات الاقتصاد الأخضر. أحنا بشكر حضرتك الأستاذ الدكتور حامد ميرا، رئيس هيئة المواد النووية، شرفتنا وألف مبروك. شكرا يا فندم. شكرا ومبروك لمصر. شكرا يا فندم. شكرا.